هؤلاء هم 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 21 عاما، تم إلقاء القبض عليهم من طرف مصالح أمن طنجة بالغابة المتواجدة بمنطقة ملبطة للاشتباه فيهم أثناء قيامهم بتسجيل لقطات مصورة بواسطة كاميرا رقمية، وهم يرتدون أقنعة بيضاء وبحوزتهم سيف ذو نصل طويل ومسدسين بلاستيكيين وثلاث قنابل يدوية بلاستيكية وقفازات. ثم تبين أن هؤلاء الموقوفين كانوا حسب تصريحاتهم الأولية بصدد تنزيل ألبوم يتضمن صورا خطيرة من أجل نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم تشرميل طنجة، وهي الظاهرة التي باتت تجتاح المدن المغربية. الشبان الذين تم توقيفهم كانوا يجتمعون من حين لآخر داخل بناية مهجورة كانت تستعمل سابقا كإقامة سياحية، وبناء على تعليمات النيابة العامة فقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية للبحث والتحقيق لتقديمهم فيما بعد إلى الجهات المعنية. وتأتي هذه العملية في إطار محاربة ما يسمى بظاهرة التشرميل، حيث يقوم مجموعة من الشباب بعرض صورهم على الفيسبوك حاملين سيوفا وأقنعة ومبالغ مالية. وكان وزير الداخلية محمد حصاد قد دعا في وقت سابق لدى تواجده في مدينة طنجة السلطات العمومية إلى تعزيز التنسيق فيما بينها بهدف فرض النظام وتحقيق الطمأنينة وتبديد أي شعور بعدم الأمن لدى المواطن. انطلقت اليوم في بنغازي 14 مدينة